أول شيء يسعد مساكم جميعا، وإن شاء الله كل أيامكم خير وبركة وسعادة بمناسبة شهر رمضان الكريم ينعاد عليكم. أنا بدي أتشكر جمعية الإغاثة الإسلامية اللي منحتني شرف لقائكم، لقاء الجاليات العربية بالمملكة المتحدة، واسمحوا لي رحب فيكم على طريقة العقيد أبو شهاب. وإلكم قسماً بالله العلي العظيم، قسماً بالله العلي العظيم واللي خلق الكون بست أيام، وما بكون العقيد أبو شهاب إذا مو الجالية العربية بلندن أحلى عالم. توقعت بلندن اني الاقي فرقه عراضه شاميه، يعني استقبلتونا بالعراضه الشاميه عن جد كانت بتاخذ العقل. في وصفه بالعراضه بتقول مسا الخير مسا الخير مسا الخير يا وجوه الخير، والله يمسيكم بالخير، الله يمسي حارتنا يلي مزينه حملتنا. حملتنا اليوم بمعية الإسلاميك ريليف من أجل جمع تبرعات للعائلات المنكوبة بفلسطين العربية، فلسطين الشقيقة يلي هي دائما جرح نازف بخاصرة الأمة العربية. العقيد أبو شهاب نفسه يلي كان ياخذ سلاح لفلسطين بباب الحارة، اليوم هو هون معكم بده ياخذ حليب للاطفال اللي ما عم يلاقوا حليب يرضعوا. بدنا نرجع البسمه لوجوه الاطفال الفلسطينيين يلي قربوا ينسوها. بدنا نمنحهم ابسط حق من حقوق الحياه يلي هو حق الطفوله. والله يقدرنا ويقدركم لفعل الخير اليوم وبكره وكل يوم. طبعا هاللي بده يتبرع بكيفه اهلا وسهلا، بس اللي ما راح يتبرع انا جايب الخنجر معي. بس هذا الخنجر لعلمكم بعمره ما انرفع بوش كريم، وبعمره ما انرفع بوش إنسان إيده للخير، هذا انرفع بوش العوائية والأندال والطماعين، وأنتم كلكم أهل خير، والله يمسيكم بالخير وميت أهلا وسهلا. وشكلين شكلين شكلين ما بحكي.